سابوا خايفين تدخلوا. لا 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 بالعكس كده احنا يعني في مقبره خليج الفرش. تمام. دي الحجره اكبر حجره عندنا لان هي بتاخد بعرض الاوبن كورت كله على الجانبين. تم فتح او زياده عدد الفتحات الدفن من خلال فتح لوكالي هولز. وزي ما احنا قلنا ان لوكالي هولز على اغلب الظن كانت مش هي الاساسيه او كان تم فتحها او اضافتها لاحقا نتيجه زياده عدد اشخاص الايه المتوفيين. الحجرات 8 و9 هي حجرات خاليه من الزخارف تماما. ودي المفروض الايكس اللي كانت بتحوي في يوم من الايام الكلينا ساركوفاجس. حاجه مهمه جدا كنت عايزه اوريها لكم. تعالوا كده. اسامي يوناني خلاص. ويقال ان الاسامي اليونانيه ديت الريلاتيفز بعد ما كانوا بيخلصوا زي ما احنا بنكتب بقى ايه احمد جواروان حب للابد والقصص يعني دي مش يعني كده نعم ده يوناني. ويقال ان الزوار بعد ما كانوا بيخلصوا في بعض الاحيان بيكتبوا اساميهم كنوع من الميمورايزنج ان هم زاروا المتوفى. شايفينها؟ اوكي. بفكر العيال دي لا بص خلي الفلاش بجنب كده عشان ايون عشان نعرف نقرا. لا يعني قصة كده كده مش باين حاجه عشان احنا نشوف.